وقع سعاده السيد نواف بن محمد المعاوده وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه وزير الحج والعمره بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وبحضور فضيله الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثه مملكه البحرين للحج اتفاقيه شؤون الحجاج لعام 1445 هجريه. وياتي اتفاق توقيع الاتفاقية في اطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024. وأشادت واشاده سعاده الوزير بالجهود التي تبذلها وزاره الحج والعمره في خدمه حجاج بيت الله الحرام والحرص على التنسيق المتواصل لتقديم كل ما من شانه تيسير شؤون الحجاج والمعتمرين البحرينيين